بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله في حلقة اليوم سنتحدث عن تحويل اللغة العربية المنطوقة إلى لغة عربية مكتوبة وإعادة نطقها مرة أخرى. قبل البدء في كتابة الكود بنقوم بتثبيت المكتبتين التاليتين من خلال نافذة التيرمينال. بنفتح التيرمينال وبنكتب هنا pip install speech recognition ونضغط مفتاح الادخال انتر. اعطى لي هنا رساله requirement already satisfied، اي ان هذه المكتبه تم تثبيتها في جلسه سابقه. نكتب الامر التالي pip install gtts، وهذه المكتبه خاصه بجوجل. اعطاني هنا ايضا رساله requirement already satisfied، اي ان هذه المكتبه تم تثبيتها بالفعل على الجهاز. بنغلق نافذه التيرمينال وبنكتب الكود التالي from gtts import gtts، يعني استورد لي جوجل text to sound، يعني حول النص المكتوب الى صوت. بنكتب هنا from play sound import play sound. من اول السطر ايضا بنكتب import استورد speech recognition alias name as sr، يعني speech recognition. طبعا بستخدم الاسم البديل sr بدلا من استخدام speech recognition كمصطلح طويل في الكتابة. بستخدم هنا r كاسم متغير للrecognizer، وبكتب هنا speech recognition sr وبستخدم منها recognizer. وبناخد هنا embedded brackets، من اول السطر بكتب with sr.microphone واخد هنا embedded brackets واعطيه الياس نيم از src كمصدر لالتقاط الصوت، وبعدين كله وبكتب هنا print اضع لي اكتب له say something، يعني قل شيئا ما. من اول السطر افتح متغير اسمه audio يساوي، استخدم recognizer واستخدم منه الميثود listen واقول له استمع الى السورس المحدد لك هنا في النظام اللي هو مصدر الصوت الخاص بالمايكروفون. بكتب try لكي استخدمها في اصطياد الاخطاء. من اول السطر بكتب هنا متغير t بفتحه لأحفظ بداخله الاكستراكتد تكست، النص الذي سيتم استخراجه من جوجل. فبكتب هنا recognizer dot واكتب هنا recognize dash google واحدد له مصدر الصوت، هنا هيكون داخل المتغير audio، واخد كوما واحدد اللانجوج هنا اللغة، واللغة هنا هتكون اللغة العربية، بنضعها بين single quotation او double quotation. بنحدد اللغة هنا اكتب er dash وبعدين er capital. من اول السطر بطبع النص المستخرج فبكتب print t. من اول السطر افتح متغير f بيساوي، استخدم method open افتح ملف هنا، فبكتب هنا single quotation واكتب هنا اسم الملف وليكن text.txt، وبعدين اخد كوما واحدد المود اللي هستخدمه هنا في كتابة الملف، فبحدد هنا بين single quotation a يعني append، وبعدين كوما ونكتب هنا encoding، عملية تكويد اللغة هنا هتكون بين single quotation UTF-8، وهذا الترميز UTF-8 بستخدمه لتحديد الكود الخاص باللغات غير اللغة الإنجليزية. من أول السطر بستخدم F dot استخدم method write lines واكتب التكست زائد افتح single quotation slash n، يعني بعد كتابة النص المستخرج أضف لي سطر جديد. ربما أن أقوم باستخدام الجلسة أكثر من مرة بيقوم بإضافة النص التالي إلى النص السابق، أو النص الحالي الذي أقوم بتسجيله إلى النص السابق. بكتب F اسمه تغير وأستخدم الميسج كلوز، يعني أغلق هذا الملف المفتوح. بعمل هنا creating لي مثلا متغير اسمه object يساوي gtts ونفتح هنا bracket ونكتب هنا التكست اللي هتستخدمه، التكست المستخرج عندي، وبعدين كوما نحدد اللانجوج اللغة
اللانجوج اللي انا هستخدمها تساوي اللغة، هنا هتكون لغة عربية، فبحددها بالترميز ER يعني لغة عربية، وبعدين ناخد كومة وهنا نحدد سلوب، عملية الإقطاع هتكون فولس. أول سطر بنكتب الأوبجكت ده اللي هو الفاريبل اللي أنا هستخدمه هنا، سيف تحفظه مثلا، ونكتب هنا سنجل كوتيشن تكست دوت، طبعا هيحفظه بي ام بي 3. من أول السطر هنستخدم مكتبة بلاي ساوند لتشغيل هذا الصوت أو هذا الملف اللي انا عملته تكست ام بي 3. افتح هنا براكتس واكتب سنجل كوتيشن واكتب اسم الملف الصوتي تكست دوت ام بي 3. من اول السطر طبعا ممكن وانا بنفذ الاوامر اللي انا اعطيتها هنا في الجزء فراي، ممكن ان يحدث اثناء التنفيذ اخطاء، بقوم بكاتشنج لهذه الايرورز بعملية اصطياد لهذه الاخطاء من خلال تحديد كل اكسبشن، فبكتب هنا اكسبت يعني قوم بعملية استثناء للايرور اللي ممكن يظهر من speech recognition دوت، هنا احدد هنا يكون unknown value error، استخدمه هنا كاليس نيم as you، وهنا نضع كله واطبع لي هذا الخطأ اللي هو انا برمز له unknown error. من اول السطر واعمل ايضا exception لخطأ تاني محتمل انه يظهر اثناء تنفيذ الكود، فبكتب هنا except ايضا قم باستثناء واكتب هنا sr dot. ممكن يحدث خطأ في عملية الاتصال بخدمة جوجل في الريكوست، فبنكتب هنا request error as r وكله وprint، اطبع لي هذا الخطأ الخاص بالريكوست. بعد الانتهاء من كتابة الكود سنقوم بتجربة هذا الكود، سأنطق عبارة باللغة العربية وهذه العبارة سيقوم بتحويلها إلى نص وإعادة نطقها مرة أخرى. كليك على رن. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. طبعا هو أدرك هنا النص باللغة العربية وكتب النص، لكن عند النطق باستخدام خدمة جوجل ما زالت خدمة جوجل في نطق أصوات اللغة غير دقيقة إلى حد ما، لكن هنا قام بعملية تحويل النص. ولو فتحنا هنا المسار الخاص بالمشروع سنجد الملف النصي كتب بداخله العبارة التي نطقتها وهو كتب إلى حد ما صحيحة، لكن نطقها هنا وضعها داخل ملف صوتي هنا MP3. بنفتح الملف الصوتي. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. نجد أن العبارة منطوقة إلى حد ما أو نوعا ما يعني دقيقة، لكن هنا نطق ورحمة الله، نطق ورحمه الله. طبعا خدمة ما زالت في جوجل قيد التطوير وقيد التحسين ان شاء الله مستقبلا باستخدام الباكج اللي الحزم التي تطلقها جوجل في تحسين اللغة، سواء من الترجمة او سواء من النطق باستخدام الذكاء الصناعي. ده كان كود تحويل اللغة العربية المنطوقة الى لغة عربية مكتوبة واعادة نطقها مرة اخرى، وايضا يمكن استخدامها في ادخال اصوات اذاعية باستخدام اللاين الخاص او المثبت بالاجهزة لدي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.